نعم الأرض تنفست ونشاهد طبعا أرقام من العالمية فعلا، تقليل الانبعاثات، تحسين تحسن جودة الهواء بأرقام مسجلة موجودة. وفي المملكة طبعا بصفة خاصة يعني نشاهد فعلا في تعافي كبير جدا في البيئة من ناحية الغطاء النباتي، من ناحية طبعا وجود كثير من الكائنات، تغيير سلوك الكائنات، عدة أنواع طيور في أماكن لم تسجل في السابق أو لم توجد بكثرة في السابق، منها طبعا القميري وجوده بكثرة الآن في الساحل الشرقي، وكذلك وجود الرهو وهي طيور مهاجرة سجلت في عدة محميات تابعة للهيئة. الأفراد المراقبون في الميدان سجلوا مشاهدات لمجموعات من طائر القطاء المحمية، لنا فترات سابقة لم نسجل مشاهدة لهذا الطائر بهذه المجموعات التي شاهدناها في الوقت الحالي. وجود كثير من الأسماك الصغيرة بكثرة عند الشواطئ، ازدياد مواليد الغزلان في عدة محميات ومنها محمية عروق ماني معارض، ازدياد مواليد اليعول. وجدنا سلوكيات جميلة للغزلان والكائنات الحية في المحميات لم يسبق تسجيلها في السابق. ومحبي الطبيعة بأن أرضنا تتعافى بشكل كبير جدا متى ما قللنا الضغوطات البشرية على المناطق الطبيعية والكائنات الحية، فبالتالي تواجدنا في الطبيعة يجب أن ينسجم مع حبنا لها بعدم إيذاء الكائنات الحية أو تقطيع الأشجار أو رمي النفايات في المناطق الطبيعية. جميع الكائنات الحية موجودة على هذه الأرض لها دور، وكل كائن حي له دور معلوم على وجه هذه الأرض.